سلط الإعلام الدولي الوازن قنوات وجرائد الضوء على قضية اعتقال الصحفي قاضي إحسان وتشميع مقرات راديو أم ومغرب إميرجون، حيث أسال الكثير من الحبر. فنشرت صحيفة فيناشيال تايمز البريطانية مقالا حول اعتقال الصحفي الجزائري البارز إحسان القاضي وإغلاق السلطات الجزائرية مقر منصات راديو أم على الإنترنت التي ينظر إليها على أنها آخر منفد إعلامي متبق في البلاد لحرية التعبير وآخر مساحة متبقية للنقاش السياسي الحر في البلاد. وذكرت الصحيفة في تقرير لمراسلتها أن اعتقال إحسان القاضي تم في ساعة مبكرة من فجر يوم السبت من قبل 6 عناصر من الأمن الداخلي يرتدون ملابس مدنية في منزله بقرية شرق العاصمة الجزائر. وقد نقل فيما بعد إلى مكاتب راديو أم بالعاصمة مكبل اليدين، حيث أزال عناصر الأمن أجهزة الكمبيوتر والكاميرات وغيرها من المعدات قبل إغلاق المقر وتشميعه. وتحت عنوان العهدة الثانية لتبون تعصف بآخر منبر إعلامي مستقل، ذكرت قناة دي دبليو دوتشي فيلا الألمانية بحسب مصادرها الإعلامية أن سبب اعتقال الصحفي إحسان القاضي هو انتقاده لسعي عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية في سيناريو مشابه لما قام به الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وأن أوساطا في الجيش تنظر بعين القلق لهذا السيناريو. فيما أوضحت قناة فرانس 24 في مقالها بأن توقيف إحسان القاضي وإغلاق راديو أم يعيد ملف حرية الصحافة والتعبير إلى الواجهة، وقالت أنه بعد إقفال وسائل إعلام جزائرية عدة أبوابها خلال السنوات الأخيرة وتعرض عدة صحفيين لأحكام بالسجن، أثار توقيف الصحفي إحسان القاضي السبت وإغلاق إذاعتي راديو أم وموقع مغرب إميرجون الإخبارية اللذين يديرهما مخاوف بشأن حرية الإعلام. وأكد ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا خالد راني لفرانس 24 أن الدستور الجزائري نص على أن جريمة الصحافة لا يمكن أن تكون سالبة للحرية، مطالبا السلطات باحترام الدستور. وتحت عنوان صورة قاتمة ردود فعل غاضبة من تشميع مقر راديو أم، كشف موقع إدخل الجزائر أن حادثة تشميع المقر الذي يحتضن موقع وإذاعة راديو أم خلفت ردود فعل غاضبة من طرف صحفيين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروه انحدارا في مستوى حرية التعبير في الجزائر. واختارت جريدة ليبراسيون القول في عنوان عريض أن توقيف الصحفي قاضي إحسان بالجزائر جاء من الفوق. وعنونت جريدة لوموند مقالها تحت عنوان آخر فضاء حر في الجزائر الذي هو راديو أم تم تشميعه. وتحت عنوان وسائل الإعلام واقع اختناق معلن، شرحت جريدة لوريون كرونولوجيا المضايقات التي تعرض لها الصحفي إحسان القاضي ومؤسستيه الإعلاميتين. فيما كتبت جريدة كوري انترناسيونال تحت عنوان الحريات في الجزائر مداهم مقر وسيلتين إعلاميتين آخر خربشة شعر للسلطة. فيما أصدر موقع توال الجزائري للصحافة الاستقصائية بيانا تضامن فيه مع الإعلامي قاضي إحسان ومؤسسته الإعلامية. ولا يزال اعتقال الصحفي إحسان القاضي يسيل المزيد من الحبر، حبر الإعلام الوطني والدولي، في انتظار عرضه على القضاء ومعرفة قراره الأخير حول إخلاء سبيله من عدمه.